أمر بتوجيهات من السيد مدير أمن عميد جلال الهويدي بإقامة دورة بالنسبة للضباط بخصوص تأمين الانتخابية. نحن اليوم بدينا الحمد لله في أول يوم الدورة، والدورة طبعا اللي هي تعتبر 4 أيام على أساس أنها طبعا بنطاق مديرية أمن سلوكي مينس. والدورة إن شاء الله بإذن الله يعني حنستفادوا منها الضباط هذوما بحيث أنهم هم يرشدوا العناصر الأمنية من ناحية تأمين الانتخابات القادمة إن شاء الله في شهر 24 ديسمبر. طبعا نحن نسعى ان شاء الله باذن الله بحيث ان تامين المقرات الانتخابيه وتقديم جميع المساعدات من ناحيه حتى الاجهزه الاخرى اللي هي تقوم معنا بالشكل هذا من ناحيه الاسعاف والله الصحه والله الدفاع المدني او من ناحيه كما تقول قسم المرور الأجهزة الأخرى حتى هم إن شاء الله حيقوموا بدورهم في هذه العملية.